صباح الخير، صباح النور. كدايرين لاباس عليكم؟ اخباركم؟ صابحين على التنظيف. درت لهم عقوبة كلهم، غير نظفوا الدار. انا الكوزينة نكمل داكشي اللي خاصني نكمل، اللي ما كملتش البارح. مزيان، برافو برافو برافو. ميراج هابي بيرثدي. ميراج سنة سعيدة حلوة فريدة. كل عام وانت بخير. فرحان. يلا برافو. ولادكم ضروري تعلموهم يشقاو معاكم، يعني عملية التنظيف ماشي غير الاختصاص ديالكم انتوما الامهات، الاولاد حتى هما عندهم دور انهم ينظفوا معاكم، لانهم اغلب الحاجات هما اللي كيوسخوها، فضروري تعلموهم. يعني كنقول لهم، انا شخصيا كنقول لهم هذا ماشي الدور ديالي انني نجمع الالعاب ولا انني ننظف البلاصه اللي وسختو ولا هذا. كنقول لهم الدور ديالكم نتوما، لانكم نتوما اللي وسختو. اش كان بنا او يا بشرجي باش مشعل تشكا تشكا بليرما توش تشكا تشوم لصقه لصقوها ليا او هيت تشمازاليا Tamam, ver bakalım şimdi. Baba da silsin. Bravo. الحداقة يا لالا والحداقة يا سيدي. برافو. انا جيت لكم عندي واحد وصفة زوينة زوينة زوينة. ما نطوش عليك. لا تنسى هذا. قلت لكم وصفة ديال القرعة الخضراء، اللي ما ياكلش قرعة خضراء غير ياكلها بهذا الوصفة، انا متأكدة. فاجي نقول لكم المقادير المكونات. عندنا القرعة الخضراء ثلاثة ولا اربعة، مهم على حسب، انا غنشوف. جاتني ثلاثة فيها كمية كبيرة غنديرها، جاتني قليلة غنكمل الرابعة. عندي 150 غرام ديال الكفتة، عندي كاس صغير ديال السميد الرقيق، سميد الرقيق. عندي بصلة محكوكة ولا مقطعة قطع صغيرة باش ما تجيش قاصحة. عندي شوية ديال الملحة معلقة صغيرة، شوية ديال الفلفل الأسود ولا بزار، شوية ديال الكمون، شوية ديال الفلفل الأحمر ولا التحميرة. عندي بانيو. فأول حاجة غسلت، اوبا، غسلت القرعة ديالي. غناخدو هاد الآلة هادي اللي كنقشرو بها الخضر، بلاتي الزيت، بلاتي الزاز والطياب والطبخ. الله يخليكم. كناخدو، نحيدو هاد الصغار، ها بحال هكدا خاصنا قطع بحال هكدا. خرجوا على الطريق هادي، لا كونوا بحال هكذا القاق، نضغطوا مزيان باش تخرج لينا هكذا طويله.
هاد الأكلة اللي زوينة. نضغطو لا بلاتي بعدا بلاتي باش ما نضيعوش الوقت. كناخذوا هاد السميد هو الاول باش ما نضيعوش الوقت. وكناخذوا كاس ديال الماء سخون بحالو الماء طايب، وكنفزقوه هاد السميد هذا كنخليوه على جنب عاد نكملوا العمليه. انا نسيت ما درتش الشيء الاول، هذه اول حاجه. كملت دابا التقطيع ديالو بلاتي. كاين اللي جا ماشي هو هذا، كاين اللي جا بحال هكذا مثلا، لكن ماشي مشكل، كلهم ما غاديش يبانوا ملي غنديروا ليهم هكذا. غنعمروهم هاد الحشوه. هو التقطيع ديالو شويه كيجي صعيب في الاول ساهل، لكن ملي كتبداي تفوتي النص كيبدا يدار. غناخذوا هاد السميد غنضيفوا عليه هاد الكفته. هاتي نضيفوا عليه البصله هاد البهارات. نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم اللي غنضيفها دابا، اللي هي صلصه الطماطم. نسيتها، انا غندير معلقه من صلصه الفلفل الاحمر، ثم ديروا جوج معالق من صلصة الطماطم كبار. كتعجبني الصلصة ديال الفلفل الأحمر، كتجي لذيذة. كنخلطو كلشي. كتجي واحد الحشوة لذيذة. ما عندكم غير على الخضره في الدار وما عند ما عارفين شنو ديروا بها، ديروا بها هذه الوصفه جربوها هذا تعجبكم. شفتوا كيف كتجي زوينه مع البرغل. فكناخذوا ورقه من هذه، كناخذوا شي شويه ديال الحشوه كنحطوها هكذا. هكذا ممكن نلويو نتي تبتوها مزيان وكتلويو. هذا الشكل هذا شفتو، كنحطها في الطنجره. هكا نضغطوا عليها شويه من الجناب باش ما تخرجش لينا. شفتو كنحطها في الطنجرة. كيف ما كتشوفوا انا كملتهم، درتهم كاملين. غادي ناخذ الماء سخون، درت الماء سخون معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم باش غندير الصوص ديالو. نحرك
وغناخذ جوج قطعات من الزبده هكذا. غندير وحده هنا، ندير وحده هنا بحال هكذا، وغنضيف هاد الماء هذا. كنشعل البوطة تكون مهيلة، النار تكون مهيلة مهيلة بزاف بزاف وصافي. بقالي شي شوية من هاد الخليط هذا، غنديرو في الثلاجة حتى نعمر به شي حاجة أخرى، نزيد عليه وندير به شي محشي، محشي ديال الخضر ولا البطاطا ولا. غنحضر الكريمه ديال الحلوى، وهادي درت كاس ونص ديال الحليب البارد، 25 غرام الزبده المذوبه شويه، غادي نزيد عليهم هذا ديالنا. جات زيت، شوفوا نقول لكم واحد الحاجه بعدا من هنا باش نتفاهموا، انا لست اخصائيه حلويات عيد ميلاد، يعني انا ماشي بروفيسيونيل، لكن بما اننا في هذا الوضع هذا ما بقيتش باغا، يعني وليت كنتخوف نشري شي حاجه جاهزه من برا. الخبز وليت كنعجنو في الدار، الكيكه يعني الحلوه ديال عيد ميلاد ما نبغيش ناخذها من برا لانني ما عارفاش شكون اللي غيصايبها، ما عرفتش هادشي علاش قررت ندير حلوى، يعني على قد الحال ماشي شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي واعره ولا كتبهر، شي حاجه اللي رمزيه وصافي، حتى حد يمشي غلط طياب الاخر لكن حلويات ديال عيد ميلادات لا، هذاك الشيء ما معناش الله تقدم. اول حاجه غادا نبللها ولا نفزقها بالحليب، عندي واحد البنانه قلت غتبقى غتخسر الله ما نديرها فيها، تجي كيكه مبلوله بسم الله. ايوه ولا لا هذه قالت شوفوا معايا المنظر، شوفوا شوفوا قلبي الصغير لا يتحمل، وهاد الريحه شنو لكم واو، هاد الريحه غزاله شفتوا، صافي ما بقى والو نطفي عليه قلبي طيب ورطاب، واصلا ولكن بغيت نزيدهم شي شويه. لا الحليب عليا كيقول لي واحد الراس بلاتي، عطيوني رايكم دابا نتوما كتفرجوا، عطيوني رايكم واش ندير هذه من الفوق ولا لا، قولي ملي غتشوفوا نتوما الفيديو غيكون داز عليه وقيله 4 ايام ولا 5 ايام عيد ميلاد. المهم كنفكر واحد الفكره ان شاء الله تصدق، يا ربي تصدق عليه الشم يا ربي. هاد الكريمه هادي غنديرها وزيف لا نتي شعوري ناحيتك، هاد الكريمه هادي غنديرها كامله عليها وندخلها للثلاجه شويه باش تجمد عليها الكريمه، وعاد باش لاصوص ديالها غنديرها من الفوق على ما اظن، درت ليها الديزاين ديالها دابا في دماغي صافي ياك غلطتك ماشي مشكل اهم هنا هو المذاق، لا المذاق زوين والله انا متاكده،
شي وحده واثقه في قدراتها. لانها مصنوعه بحب وحنان، كل شيء ليهم. شوفوا معايا مو تقشيره، بو تقشيره. انا شوف حلوه ديالك بلاتي. انا باك جوم نشوف. زوينه. يلا حبيبي. انا عاود ثاني. بدات كتبان، بدات كتبان شي شويه، بدا فيها شويه السر، طلع السر. لكن ما عنديش هذيك اللي بروفيسيونيل اللي كيديروا بها هكذا وهكذا وهكذا، عرفتوها؟ ما عرفتش سميتها. دابا غندخلها للفران، الفران قول الله يستر. غندخلها الثلاجه جمد شوشو كتعرفي منو. غندخلها الثلاجه هاد الكريمه شويه تشد في راسها وتجمد شي شويه، ومن بعد غندير فوق منها هاد الصوص ديال الشوكولا. والله الا تشوف خلقات فيها البركه ثاني، شاطت ليا. المحشي ديالي طاب، شوفوا معايا المنظر، كيشرب هذاك الماء، ديك الصلصه ديال الطماطم كتبقى فوق منه. يا سلام يا سلام. لكن ما نقدموش هكذا طبعا، نقدموا بواحد الشكل اللي زوين، كيتقدم معاه مرفوق بالياغورت الطبيعي بدون سكر. ممكن كيحكوا معاه الثومه، ممكن كيخليوه هكذاك طبيعي بلا حتى شي حاجه. فحتى نبدا نجهز، شوفوا بلاتي انا غنوريكم، نبدا نجهز وعاد غنوريكم كيفاش غندير. فهذا هما داكشي اللي درت البارح. السلطه ديالي ها هي، الحلوات ديال التاج هما جاهزين. ولا سيدي لارا ميرانش مي، هاد الكرواسات ديالي ها هما حتى هما. خرج كلشي من الثلاجه، غنحطيتهم على جنب باش يسخنوا شي شويه. هذا باش هادي لا ما دخلتش الثلاجه. هذا عرفتي هادي بلاتي، عرفتو هادي، هاد الحلوه هادي ما كتقدامش، يعني بعد اسبوع عاد ممكن كتبقى طريه، ما كتوليش هشيشه بحال الحلوات الاخرين كيوليو هشاش كيتكسروا ويتهرسوا بسرعه. هاد الحلوه ما كتهرش، ما كتقدامش يعني بسرعه. هي صورت شنك سانجي ذات شو ذوق لي الصالون. نحط صافي داكشي هنا شويه بشويه. بعد ما مسحت اللوينه ديالي، مهم هذه هي حلوه عيد ميلاد المتواضعه. غنزينها بهذا الشوكولات، هذا عندي هذا الشوكولات نسلي. غنشوف انا راه ضربت صبعي قبيله اللي كنت كنقشر في القرعه، قشرت اللحم حتى هو. ناتي كنديرها هكا. واحد جوج ثلاثة. صافي دابا غندخلها للثلاجة، عاد غنحط الشمور وداكشي. دخلها للثلاجة شي شوية تشد في راسها عاوتاني، وصافي ونحطها في صافي ونبداو نبداو العرس. كيف ما كتشوفوا حطيت هاد القرعة ديالي في طبق التقديم، وسط منها غنحط الياغورت الطبيعي بدون سكر، كتجي رائعة. عرفتو راجلي ما عمرو ما ياكل ليا القرعة، هو ولا ولادي ذاقوها عرفتو حماق، وكيقول لك انت غناكلوها. راجلي دور ويلقم سي غزال، والله العظيم البنات يعني بكل تواضع من احسن الوصفات اللي درت لكم لحد الان، من احسن الوصفات يعني. هذه كتحصل المرتبه تقريبا الاولى. شوفوا معايا
كنتمنى انكم تجربوها، كان يعني فعلا فعلا من كل قلبي كنتمنى انكم تجربوها، يعني شي حاجه اللي رائعه وغتحمقكم وما غاديش تندموا عليها، وكل مره غتبقاو تاكلوها تصايبوها وتاكلوها، ولادكم حتى هما غادي ياكلوها ليكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. صافي دابا نمشي نجهز الطبله ديالي. كملنا عيد ميلاد الحمد لله. شحال الساعه دابا؟ 11 ونص ديال الليل. بقينا مجمعين، الولاد كيلعبوا، حنا تفرجنا في الفيلم الاول، ساليناه شعلنا الفيلم الثاني تفرجنا فيه، فشربنا القهوه اتاي منعرفش ليكم البخت هاد الليله ما غنعش وقيله. فاش بغيت نقول لكم الحلوى جات زوينه 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 زوينه، ما شهيتكم فيها. شوف المنظر ديالها كيشهي والله الا والله الا، ماشي شي حاجه لي بروفيسيونيل نعاود نقولها، ولكن شي حاجه اللي زوينه جات ديال الدار، عجباتهم الحمد لله، كلشي اللي درت عجبهم. لكن كنوصيكم ونعاود نوصيكم ضروري تجربوا القرعه، الملفوف ديال القرعه، يعني شي حاجه اللي شنقول لكم والله العظيم لراجلها كياكل ويشكر، ياكل ويشكر. هادشي هادي عمري ما كليتها، هو تركي لكن عمرو ما كلاها بهالطريقه هذه. يسال كي حتى هي عجبتها، فلو ما كنتش مجبور على قبل ولدي غيبقى بوحدو وبقى فيه الحال، اصلا بكى لي على ولد عمو، متعلق بولد عمو بزاف، بكى لي عليه، فما يمكنش ليا نخليه بلا صحابو بلا هذا، غير هو وختو، ما غاديش يحس بداك الطعم ديال عيد ميلاد. هادشي علاش هما اصلا ما عرفتش واش انا الفيديو ديال البارح مازال ما حطيتوش، فما عرفتش التعليق شنو غيكون، نقدروا يكون تعليق جاتني سلبيه ما عرفتش. المهم انا باقا ما شفت والو. نقول لكم انني مجبوره جدا جدا جدا، وهما الحاجه اللي شجعتني ما كيخرجوش من الدار ابدا، الماركت سوبر مارشي ما كيمشيوش ليه، واخدين داكشي اللي خاصهم كامل وسادين عليهم في الدار هما وليداتهم فقط. الكاميرا غادا تطفال ليا، نقول لكم تصلوا لي في راسكم نجمع انا هذا الشيء، هذا اللوينه، واخا جمعت انا وسيربي عمرنا الماكينه، لكن كبوس كبوسه كبيره. سلامه، تهلاو، باي باي.